والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها أي والذي بناها. إذا أخذناها هكذا ما أخذناها كما قال بعض المفسرين وبنيانها مصدرية، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها أي والذي طحاها ونفس وما سواها أي والذي سواها فألهمها فجورها وتقواها. أين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل يوجد في مكان آخر في القرآن الكريم عطف هذه الأيمان والأقسام الإلهية 11 مرة؟ هناك مرة، والعصر إن الإنسان في خسر، والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين 4، وهناك 5 و2 و3، أما هذا المكان هو المكان الوحيد في القرآن الكريم الذي أقسم فيه ربنا سبحانه وتعالى 11 مرة. من أجل ذلك إذا عرفنا أن الناقض الكبير لطريق الفلاح لطريق التزكية هو اتباع الهوى، اتباع الهوى هو أكبر ناقض للتزكية. يجيك واحد والله فلان حكى عليك هذا لا يجوز، اضبط نفسك، امنع نفسك عن الهوى، وإن كان شيء يتعلق بشخصك وإن كان شيء يتعلق بشيء آخر. هذا الهوى حتى وإن كنت وجدت أنك على حق فيه في اتباعه، واحد شيخ بيحكي والله كلام كويس إيه بس بيحكي عن الناس، وبجيب آيات وحديث ينقض فيه قول كذا وينقض فيه قول كذا ولا تمام، الله يجزيه خير، الله يبارك فيه، ونحن ما بدنا نتسمع له، أنا ما بدي أتسمع له، ما دام هو يطعن فعنده إذن غرض، ما دام يطعن بالناس ويفحش في الكلام إذن هو صاحب غرض وصاحب هوى وليس صاحب تزكية. وليس صاحب تزكية. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الأرجاس والأدناس، وأن يقوينا على ضبط أنفسنا وعلى ضبط هوانا وعلى ضبط محبتنا لدنيانا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص واليقين والعلم والعمل، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.